دلوقتي بقى معانا طاجن رز باللحمه او طاجن رز بني باللحمه، طعم جميل جدا. هنقول المقادير بسرعه. محتاجين نص كيلو لحمه بفتيك متقطعه قطع زي الشاورما، 4 كوبايات رز مصري، 2 كوباية لبن حليب كامل الدسم، نص كوبايه قشطه، 2 كوباية مرقه، بصله كبيره مضروبه في الخلاط، 2 معلقة ملح وفلفل، ومعلقه صغيره توابل لحمه، حبهان مطحون، ومعلقه كبيره سكر، فنجان زيت، 2 معلقة سمنه، و2 كوباية زبادي. انا هنا هحط السمنه في الووك اللي احنا هنشتغل فيه كده بالشكل ده، وهنا طبعا معايا اللحمه. بسم الله، ادي البسله اهي برده عشان ايه تشوفوها معانا شغاله غليان وزي الفل. هنا هاخد ميه البصل اللي معايا دي هحطها على اللحمه، هحط عليها التوابل كده، هحط الحبهان، وهحط شوية سكر صغيرين كده بالشكل ده، وهحط ملح، وهحط فلفل، وهقلب كله في بعضه كده بالشكل ده. مفروض ان انا انقع اللحمة في مية البصل دي على الاقل ساعة، ليه؟ علشان تشرب طعم التوابل والريحة الحلوة من مية البصل، تشرب مية البصل، تمام؟ أنا بعد الساعة دي هعمل إيه؟ هاجي بقى هنا عندي كده، بس يسخن شوية. هنا بقى معايا الطاسة سخنت علشان اللحمة، هعمل إيه؟ هنزل باللحمة دي أحمرها أو أسويها، بالشكل ده، بالبصل بكل حاجة، كده. أنا عايزة البصلة دي تستوي مع اللحمة ويستووا مع بعض، وتاخد تشميعه كده حلوه معاهم، يعني ياخدوا كده كلهم مع بعض تشميعه جميله قوي. هنا كده خلاص البسله كده خلصت، هرجعها بقى ورا. بسم الله. وطبعا انا معايا نسخه من الطاجن بتاع الرز، احنا عاملينه قبل الهواء على طول، ولسه مطلعاه الحقيقه. اهو نمسح بس الطبق ده كده بالشكل ده. وهنا ده الشوربه اللي هنسوي فيها. هتستوي اللحمه معايا، هسيبها تستوي، وهجيب الطاجن، البس كلافز كده. الطاجن الفلاحي هو اللي بيديني النكهه وبيديني الريحه الجميله جدا، اهو بالشكل ده، تمام. انا عملت الطاجن قبل كده بس كان بطريقه مختلفة، النهاردة برضو الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا لما تجربوها ان شاء الله. هنا باخد الطاجن من جوه، ببدأ امسحه بالسمنة كده، ابطنه بالسمنة كويس جدا. طبعا احنا بنعاير الطاجن بتاعنا اللي هنشتغل فيه عشان نظبط المقدار اللي احنا هنصبه من السوائل، سواء لبن او شوربة. يعني الطاجن ده عندي مثلا ياخد 3 كوبايات، بس انا حطيت له 2 كوباية عشان يبقى الرز فيه مرتاح. الطاجن اللي انا عاملاه النسخه ده 4 كوبايات بالظبط، اللي انا المقدار اللي انا حطاه لكم، اللي هو تقريبا مقدار صينيه 26 في البيت. هنا بالشكل ده انا بطنت الطاجن جوه عندي بالسمنه، هاخد بقى عليه طبطينه زبادي كمان. الزبادي ده اللي هيخليني الرز ما يلزقش فيه، لما نيجي ناكله ناكله لاخر حبايه يتطلع من الطاجن، ما يبقاش لازق ولا اي حاجه. اهو هو السر في الزبادي، اهو بالشكل ده، اهو كده. يبقى احنا ادينا الاول طبطينه بالسمنه، بعد السمنه الزبادي بالشكل ده، تمام. هنا معايا اللحمه، اللحمه دي لازم تاخد لون ذهبي، يعني لازم الميه بتاعتها تنشف وتاخد مني لون ذهبي خالص. طيب انا بقى مفيش معايا وقت ان الميه تنشف، هعمل ايه؟ هبدا اخد كده، هاخد الرز بعد ما طبعا ميته تنشف ويعمل لي تحميره لونها ذهبي كده خالص. هعمل ايه؟ هبدا اخد، ادي الرز بتاعي، هنزله في الطاسه مكان اللحمه او مع اللحمه، واقلب الرز كويس جدا مع بعضه بالشكل ده كده. الرز ده مستو الطعم الفلفل الاسود بيبقى ظاهر فيه، يبقى احنا هنحط له كمان معلقه كبيره فلفل اسود. اهو انا حطيت معلقه مع اللحمه، نحط تاني. المميز في طعمه الفلفل الاسود، وطبعا انا معايا مرقه ولبن حليب كده بالشكل ده. لما بقى اللحمه بتاخد تحميرها، طبعا هي عايزه وقت اكتر، معيش وقت للاسف. ما بتاخد بقى التحميره الحلوه والرز بينزل، الرز ده منقوع بقاله ساعه في الميه، الرز لما بينزل عليها
بيبدا يطلع لي كل الحاجات اللي كانت في الطاسه. هنا انا هاخده بالشكل ده، هاخده انزله معايا اهو كده في الطاجن اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الله يسلمك كده تمام خلاص اهو كده. ده مقدره قد ايه؟ كوبايتين رز، والكوبايتين الرز محتاجين كوبايتين سائل. لا هو 4 كوبايات، المقدار اللي معاكم 4 كوبايات، يبقى 2 كوبايات لبن وكوبايتين شوربه. ايا كان احنا هنعمل قد ايه؟ هنقسم المقدار بين اللبن وبين الشوربه كده. هحط بقى اللبن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي الشوربه معايا بتغلي، وادي اللبن اللي فار مننا. هنحط شويه شوربه هنا كده اهو بس كده، وهبدا اصب عليه الشوربه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنا كده بمسح الحروف اللي طالعه من بره، اللي جوه اللي عليها زبادي وسمنه لا بسيبها اهو بالشكل ده كده. تمام. طيب بعمل ايه؟ انا هنا معايا قشطه، ودي اهم حاجه بقى في الموضوع. القشطه دي، القشطه دي هي اللي هتطلعه لي اللون اللي احنا شايفينه في النسخه ده المتحمر الجميل. ادي كده قطعه قشطه اهي، ببدا احط القشطه حتت او بسيبها كده وهي هتسيح على الوش بتاع الطاجن. هي دي اللي بتديني الطعم واللون الجميل جدا لطاجن الرز. طبعا ده انا باخده في الفرن يكون شغال على درجه حراره 200، بيقعد لمده ساعه. بعد نص ساعه بقلل فيه الحراره واسيبه نص ساعه ثانيه على درجه حراره 160 او 170، بيبقى زي الفل كده. هنبدا بقى هنا، ادي الشوربه وادي ايوه كده حاضر، وادي طبق الشوربه